ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية، لا بد. ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. كذب الشيخ، قل لا، أنا في الحق ما جرت علي الثمانية. انظر، هل أنت أو أحد من تعرفون لم تجري عليه هذه الثمانية كلها وما زالت؟ فإذا لا تستغرب، تكون في سعة فيأتي الضيق فتستغرب. لماذا تستغرب؟ هذه الدنيا، هذه هي وعدتك أنها لا تتحول بك، لا تتغير لك، غرك منها ما أظهرت لك من الدعة فخلته دائما، هي ما وعدتك. نفسك فلوم إذ لم تعرفها، تكون في عافية فتعجب أنك مريض، كيف هذا؟ أو عاش إنسان فأخبرت فلان مات، عجيب، كيف هذا؟ 20 سنة كان عنده، كان صحيحا فصيحا، ما أنا أعجب من تعجبك. وعدتك أنك ستبقى، وعدتك أنه لا يموت إلا العجوز المريض، فما عجبك إذن؟ سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية، هذه الدنيا.